السلام عليكم يا البنات، في فيديو جديد. اليوم راح نديرو مع بعض واحد المملحات لي صالي، ان شاء الله تعجبكم الوصفه. لهاد الوصفه راح نسبق ندير الماريني. بالنسبه للماريني باينه عندنا دجاج ولا تحبوا سكالوب، نقطعوه رقيق شرائح طوال ونجو نديرو له لا كريم خاش. دوك ندير انايا صادق بونتوما الكميه اللي عندكم، حتى دوك نوريكم ابي بخي زعما شحال الدجاج وشحال لا كريم خاش. يعني نخولها ديك شويه باش تتشرب. بيان سور راكم على بالكم بلي لا كريم فريش هي اللي طريح. درت واحد 100 غرام هنايا، دوكا نبداو نديرو لي زيبيس. كركم، عندي زنجبيل، عندي كمون باسكو الدجاج يحب الكمون، في الكحل اكيد الملح. نخلطهم كامل هكا مع بعض. عندي مغرف صغيره عمو تاخدي، ما عندوش ما يديرهاش بصح على بالكم بلي تمد بنا. عمو تاخد تحب بزاف الدجاج واللحم. دوكا واش ندير؟ نخليها تشرب مينيموم كاش 3 سوايع، نسحقها تشرب لي هاد لا كريم فريش. نحطها في التلاجة. دوكا نبداو نديرو لاباط. بالنسبة لاباط واش عندي؟ عندي 500 غرام تاع فارينة، 100 غرام تاع لا كريم فريش ولا ياغورت ناتور ولا كيما حبيتو، عندي 4 كاس تاع الزيت، عندي كاس حليب دافي، عندي مغرف كبيرة تاع خميرة الخبز، مغرف صغيرة تاع الملح، نص كيس تاع خميرة الحلويات، وعندي جمغار كبار تاع السكر. نبداو على بركة الله. والكريمة نخلطوهم كامل. دوكا نطمو بالفارينة، ما تعرفوا الفارينة كاين اللي تشرب كاين اللي ما تشربش، ردوا بالكم. نضيف خميرة الحلويات، نبدا نضيف ونلم. انا قلت لكم ابي بخي واحد رطل. نضيف الملح مع ال ونطمو حتى تجينا تتشكل عندنا عجينة طرية نوعا ما كما راكم تشوفوا. ها بليك القوام تاعها تجي طريه مي بصح ما حاكمه روحها شويه. دوك انا عجنوها شويه حتى تولي ليس. دوكا كما راكم تشوفوا العجينه راهي ليس، عجنتها واحد 7 دقائق هكذاك. دوكا نحطوها نخلوها تخمر مده نصف ساعه. دوكا بعد ما خمرت ضاعف حجمها، نقرصوها كريات. دوكا هاكا نخلوهم 3 دقايق ونعاودو نجو نحلوهم. دوكا نجو نفتحوهم شويه تاع فارينة.
راني ندهن فيهم زبده دايبه كما راكم تشوفوا. اعتذر، قلت لكم راني ندهن فيها بزبده دايبه كما راكم تشاهدوا. بعدها كنبليها، نزيد ندهنها من هاد لو كوتي. ندلها هكا، نحاول نسقمها، نحطها تسنيوة، نواصل كامل بنفس الطريقة. دوكا واش نديرو؟ نطلعهم عندي هنا صفار البيض، درتلو شوية قهوة بيان سور، خليتهم يخمرو، خليتهم يخمرو، خلوهم واحد 20 دقيقة حتى نص ساعة يخمرو. بعد نجو نطلعهم بالصفار تاع البيض، نرشوهم، تحبو ترشوهم بالجلجلان ولا ترشوهم بليغاند بافو، بودر الخشخاش، كل واحد يدير واش متوفر عنده في الدار. كي تكونوا تطلبوا في حد في حاجه خامره، سيو ما تعبسوش على البانسو باش ما تهبطوش هذوك الخمر. دوكا ندخلهم يطيبوا على فرن مسخن من قبل على نار متوسطة، كي يطيبوا من تحت نشعلو لهم يتحمروا بالفوق ونعاود نولو يا البنات. دوكا هاديك نوريكم كيفاش شربت كامل هاديك الكريمة، تولي ناشفة، تولي شغل كرة وحدة. ودخلوها بيان سور لي زيبيس. دوكا واش نديرو؟ نحكمو مقله، سخنوها شويه، ندير لها الزيت ونقليوها عليها. نبقاو نقليو فيها، نوريكم الشكل تاعها النهائي. نبقاو نحطو فيه، متخلوش حتى كتله واحده، أو تحطي كيما نديرو الفيون داكي. دوكا يا البنات بعد ما طابونا عندي، شوفو كيفاش يجو، يجو فيهم فتحات، يتفتحو وحدة هما دوك الفتحات باسكو درنا في وسطهم الزبدة. دوكا واش ندير باش ما يجوناش ناشفين؟ بيان سور شوية مايونيز ولا صوص ميزون. انا نفضل مايونيز، علاش؟ في هاد الوصفة باسكو ديجا درنا هذاك البولي كيما راكم تشوفوها ملي راني طيبته وحمرته، درناه ديجا بلا كريم فريش، كيما هنا توارب المايونيز خير. عندي شويه شلاضه، الحشو اختياري يا البنات. هما غنديرو كل واحد يدير واش يحب، طماطيش، بصل، وراني ندير العفايس اللي ناكلهم انا، اللي ما ياكلش البصل وما ياكلش هاد العفايس ما يديرهمش. وفي هاد الثانيه راح ندير الماريني. نوزعه، عندي هاد الأعواد، هادي كيما راكم تشوفو تزيين فقط.
دوكا لحقنا نهايه الفيديو للبنات، كما راكم تشوفوا عمرتهم كامل. ما تنساوش يا بنات الى عجبتكم الفيديو ديروا نجام، وبقاو على خير في فيديو جديد.